وهي الخال توكل على الله من جدي الى مكي ان شاء الله. جدي توصل بالسلامه يا خال، توصل بالسلامه ان شاء الله. بفضل الله وصلنا على مصر، طبعا تعزمنا بالمطار، من ساعة قالولي بالمطار للمفوتوني معي تأشيرة، قال بس ما معي طوفة أمنية، بعدين الله ده سبحانه وتعالى وطلعونا من المطار بعد تقريبا 9 ساعات.